أهلا دكتور أنتوني. بالنسبة للبوزة الأشطة هيدي أهم نوع من البوزة العربية، لأنه هيدي معمولة بحب وبحنان، لأنه أكل شغل كتير، أكل شغل كتير وعذاب. أي شخص بيعذب زوجته أنا بجيبه بوقفه على الماشين مشان تخليه يتعذب، شوف قديش أنا عم يتعذب بالبوزة الأشطة. بس بوزة الأشطة حلاوتها أنه أي شخص بدوقها بده يرجع، سبب لأنه محطوط لها بقلبها أغلى مواد بقلبها، وكل شيء بيذكرك بأيام زمان وبأيام لبنان حتلاقيها بالأشطة، من السحلة، من مسكي، من ميزهر، من فستق الحلبي التركي المضبوط. هلأ بتدوق وبتعطيني رأيك 100% من دون أي مجامل. أنا بحب الحقيقة.